هنا هذا شو اسمه بلف التبخير اللي هو رينفلير، هذا رينفلير، هذا من هنا، هذا رينفلير، هذا بلف التبخير، ياخذ شويه من البلوك، ياخذ من 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 الكارتير شويه. عندنا هنا الريفيجيرون هذا مبرد للماء، الريفيجيرون عندنا هذا يخرج الماء يمشي للراديتير. عندنا ملوط هذا كارتير، هذا خزان الزيت. عندنا هذا يحسس الزيت اللي هو شوف هل ترى الزيت موجود في الخزان ولا لا، اللي هو يكتب لك في التابلو ويل موتور اوكي. هذا البلوك، من هذه البوات، هذه البوات اللي هي نتاع الجير، نقول الجير، هذه الجير، هذه على المدخن نتاع النومبرياج. هذه حساس الخروج على الخلف، حساس ماشي الخلفيه.